مشاهدينا الأعزاء، برنامج صحافتكم دائما ما يكون معكم لعرض أبرز العناوين والأخبار لهذا اليوم الاثنين الموافق 7 من شهر يناير لعام 2019. ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي عنونت لهذا اليوم: البحرين تحتفل بيوم الحرس الوطني، أمر ملكي بترقية رئيس الحرس الوطني إلى رتبة فريق أول ركن. للمرة الأولى إنتاج ألبا يتجاوز 1,000,000 طن متري. ننتقل إلى صحيفة أخبار الخليج والتي أبرزت: أخبار الخليج تنشر أهم ملامح برنامج عمل الحكومة الجديد، تحقيق 9 أهداف على رأسها الاستثمار في المواطن، أمن اقتصادي واجتماعي، تعزيز منظومة الدفاع والاستقرار، استدامة جميع الخدمات الحكومية وتفعيل إجراءات استقرار الأسرة والصناديق التقاعدية، تسهيل الإجراءات الحكومية ودعم الإبداع والتفوق. نتحول إلى صحيفة الأيام والتي عنونت: التربية تعلن فتح باب التسجيل للطلبة المستجدين، طيران الخليج تطلق 8 وجهات جديدة في عام 2019 ومن بينها سوريا. وأخيرا إلى صحيفة البلاد والتي أبرزت: فرض المضافة على خدمات الكهرباء. لفتت صحيفة الوطن أن المتسابق أحمد معيوف الرميحي حقق المركز الأول في مسابقة فارس الموروث، كبرى مسابقات لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة الأولمبية، والتي تقام برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. هذا ونقرأ من صحيفة الوطن أنه بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تم تحديد موعد لتنظيم الدورة التدريبية في إعلام الخيل حول المهارات الإعلامية لتغطية المنافسات الخاصة بالخيل والفعاليات بمختلف أنواعها، والتي ستقام بتنظيم من المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات وبالتعاون مع الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وقناة البحرين الرياضية بتلفزيون البحرين. إلى ذلك، أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي عن فتح باب تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي القادم 2019-2020، وذلك في صالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى بدءا من يوم الأحد 27 من الشهر الجاري وحتى يوم الأربعاء 6 من شهر فبراير المقبل من الساعة 8 صباحا وحتى 1 ظهرا. نقرأ من صحيفة البلاد أن وزارة الإسكان نفت في ردها على الاستفسارات عبر قنوات التواصل الإلكترونية بالوزارة حول دخول برنامج مزايا المطور حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الجاري. نشرت صحيفة البلاد أن وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أعلنت أن سوق المزارعين سيحتضن في يوم السبت المقبل مهرجان الربيع للأطفال في سوق المزارعين.
هذا وحقق منتخب ألعاب القوى للرجال والسيدات إنجازاً متميزاً في البطولة العربية لاختراق الضاحية والتي أقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية، وحصل المنتخب على المركز الأول والثاني في سباق فئة الرجال، وحصل على المركز الأول كذلك على مستوى الفرق، كما تألقت عداءات مملكة البحرين في سباق السيدات حيث حصل المنتخب على المركز الثاني والثالث للأفراد فئة السيدات والمركز الأول على مستوى الفرق. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء برعاية المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات قامت بتنظيم دورة تدريبية لعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي الوطنية ذات العلاقة بالتطبيقات الفضائية، والتي ستنطلق من اليوم وتستمر لعدة أيام. أكد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل استحالة تطبيق التعديل المقترح من مجلس الشورى بإلزام العمالة الأجنبية باستخراج شهادة حسن سيرة وسلوك، مؤكدة أنه لا يمكن عودة عامل مرحل من مملكة البحرين أبدا، وذلك لأن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات للبصمة الإلكترونية، موضحا أنه قبل شهر يونيو من هذا العام سوف يتم إدخال بصمات جميع المرحلين من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. أكد خبير التشريعات المالية العامة والضرائب رئيس اللجنة التحضيرية لتأسيس الجمعية البحرينية للضرائب رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية الدكتور عبد الجبار الطيب أنه تم تكوين اللجنة التحضيرية لتأسيس الجمعية البحرينية للضرائب، وهي أول جمعية ضرائب تؤسس في تاريخ مملكة البحرين، مشيرا إلى أن أهم أهدافها الاهتمام والتشاور ومراجعة التشريعات ودراسة السوق ومراقبة جهات تنفيذ التشريعات الضريبية. أعلنت هيئة الكهرباء والماء عن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين بما فيها فاتورة الكهرباء والماء. هذا وأفادت مصادر لصحيفة الأيام أن هيئة الكهرباء والماء ستبدأ احتساب الضريبة المضافة من شهر يناير الجاري، مشيرة إلى أنه لن يتم احتساب الضريبة على الرسوم البلدية المحتسبة ضمن فواتير الكهرباء والماء على جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بما فيها فاتورة الكهرباء والماء. لفتت صحيفة الأيام أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أعلنت بأن تمديدات كابلات الكهرباء على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بالقرب من منطقة المعامير تستدعي غلق المسار الأيمن من كل اتجاه وتوفير مسارين للحركة المرورية. نقرأ من ذات الصحيفة أيضاً أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أكدت مباشرتها لأكثر من 1130 استفساراً ومتابعة 224 شكوى وردت عبر مركز الاتصال المخصص لتلقي الاستفسارات والشكاوى حول قانون ضريبة القيمة المضافة. وإلى المحطة الأخيرة مع طرائف الكاريكاتير.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.